أهلا وسهلا ومرحبا، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير كاملين. السؤال اللي بغيت نطرحه لكم دابا، دخلنا عليكم الله، واش عمركم شفتوا مغاربة كيقلدوا الجزائريين؟ بونجور وبونسوار سولو لو مومون فو غوسيفي سيت فيديو. J'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez déjà vu les Marocains imiter les Algériens? Est-ce que vous avez déjà vu les Marocains imiter le dialecte algérien? واش شفتوا المغاربه كيقلدوا الدارجه ديال الجزائر او اللغه ديال الجزائر؟ لهم لغتهم ولنا لهم لغتنا. Ils ont leur dialecte et nous avons notre dialecte. انا je ne suis pas raciste, attention. انا j'explique, je mets les choses là où ils le sont. كندير اي حاجه في بلاصتها. À chaque fois كيديو لنا شي حاجه ديالنا، لو موند اونتي كيدير شي حاجه ديال المغرب كيقول سي ماروكان. العالم كامل اليوم الناس كتكلم على التراث المغربي، وعلى ولات ان مود دو فولي لاغ ماروكان، لو باتريمون ماروكان، ليدونتيتي ماروكان. سي بوكو، نو سوم تالمون امبورطون سو بوان لا. هذا افتخار لينا، ولكن يفو ريكونيت كو سي ماروكان. ديغيغ مو وشلوني دي فيديو مع عندي واتساب من لي زامي لي لا فامي ديال لاشين، بوكرا كيقول لهم ديروا النية، ديروا النية، ديروا دير النية وبات مع الحية، كيقولوا المغاربة. اون توس غامني نو مامون، راه الشان راه ماشي هي لا كوب دي موند، لا كوب دي موند خصك تجيب مك يماك وجداتك وجد جداتك، وسيرتو لا وصلتي للدومي فينال، وتجيب جدك وجد جدك وجد جدك، سي جامي هي اون لو سانكيام. La Coupe du Monde, c'est un événement mondial. Chan, c'est trop petit. Chan, c'est pas grand chose. Mais c'est pas grand chose, franchement, c'est local. Mais quand tu as la Coupe du Monde, c'est même pas la Coupe d'Afrique. Mais tu es en demi-finale de la Coupe du Monde. Où le monde entier, il chauffe comment, qui fait ce qu'il y a de les familles marocaines, les joueurs, les hommes talentueux, hein, binationaux, nationaux, qui font que respectent les mères de leurs ou avec grande fierté, tout le fierté qui entre dans le terrain. Aujourd'hui, l'Algérie veut prendre, hein, cette étiquette du respect des parents, de l'amour des parents. وغدا يقول لك حنا هما الاولين وحنا هما كذا. هذا غير واحد الرابيل هذا بوغ بيلفيريزي، باش نعطل. علاش؟ ان حنا ديما حنا الاولين. نو سون دي كرياتور، اي سون دي زيميتاتور. كاين فرق ما بين الاصل وبين النسخه. النسخه واخا تكون مصادقه عليها كتبقى ديما نسخه. الاصل كيبقى الاصل، والمغرب هو الاصل. شي غنايا هادي هنا لا بروف ان كنا ما كل ما كنا كنقولوه شحال هادي تو سكون راكونتي كي باغي دي بوبار، ان كياخذوا لينا كلشي، تو سكي بو ياخذوا، تو سكي موفي يلوحوا علينا، الاسقاط على المغرب. الدعاره لوحوها لينا، الخيانه لوحوها لينا، البيدوفيلي لوحوها لينا، السيونيزم لوحوه لينا، الغدر لوحوه لينا، الشفره لوحوها لينا، الخنوع لاحوه لينا، الدلعوا لينا، وكياخذوا العز ديال المغاربه والحب ديال المغاربه والاخوه ديال المغاربه ولا توليرونس ديال المغاربه ولا كرياتيفيتي الابداع، الابداع ديال المغاربه، وياخذوه ويساكابار تو نوتر باتريمون، نوتر هيستوار، ميم نوتر ايدونتيتي سو سون لاكاباري. واش عمرك سمعتي شي جزائري كيقول الوالده؟ الوالده راه جات. الجزائري كيقول يما يما وبابا. حنا كنقولوا الواليد والوالده. سي بيان ديميتي دي بيل شوز، مي فو دير كو سي انسبيري او كوبيي دو لا كولتور ماروكان. تقول انها منقوله من الثقافه المغربيه. باش تجي تقول نيه، خديتو الطاجين، خديتو الطنجية، خديتو كوسكوس،
خديتو الراي اللي هو الراي منطقه وجديه شرقيه، لان الراي ما كان يعرفو حتى واحد، حتى ولا حسني كيغني خوليو وميشيل ساغدو فريديريك فرانسوا، والاخرين كيغنيو عبد الوهاب الدكالي ونعيمه سميح ونجاة عتابو وحسين السلاوي، كلشي ولا داخل الراي. عارف اش ولا الراي كيبان شويه نقيف لي باغول ديالو، باش ولا كيتعرف في الجزائر. كان في المغرب هو اللي كان كيدير اول من دار الفستيفال ديال الراي، هو المغرب. اول ما دوز الراي في التلفازه هو المغرب السهرات الكبرى، ولكن بعد الجيري قالت ديالنا 100% الوغ كو هما عندهم القصبه ديال بوطيبه السعيدي ديال تيابت وديال السعيده، وردوا با بروبليم طونكو يا لا فيغاريتي. اليوم كنشوفوا الواي واي كي انسبيري الراكش الكلام اللي كاين فيه. ما ليناش حنا عندنا لو ماروكي لي تري ريش اون باتريمون ايماتيريال، الشعبي المرساوي الريفي اهيدوس قناوه الركبه احواش الرقاده العرفه العلاوي الاله المنحون الطقطوقه الجبليه الدقه المراكشيه وزيد وزيد، كاين بزاف بزاف. ولكن فولي سي با بو، فولي سي با بو، ايميتي سي بيان مي ريكونيتر كو سي با زافو سي بيان، مي فولي اي افاسي لو كرياتور de l'existence, le créateur de l'existence, là, c'est pas bien. Et ça, c'est l'habitude depuis très longtemps, depuis seulement aujourd'hui, à grâce aux réseaux sociaux, qu'il me réveille, que les Algériens s'accaparent tout ce qui est beau des Marocains, ou me relancent 10 milliards pour donner la mauvaise image sur les Marocains, sur les rois du Maroc et sur la monarchie. الجزائر صرفت الأموال الطائلة بالمليارات باش تشوه صورة المغرب وصورة الملوك وصورة ملك المغرب بالممثلين المزورين بكل شيء. اليوم كنشوفوا باتريك بغيال اللي كانوا كيسبوا، حنا وني با كونتر يجي باتريك بغيال تلمسان، سي سي دوريجين دايوغ سي ان ماروكان بن كامون، سي ان ماروكان دوريجين، ان جويف ماروكان هذا تلمسان ماروكان من كيكي و جو نسي با كوم جو مو سوفيان، سي لا فامي بن كامون. دونك ما عليناش، كانوا كيعيرو وقاده وقال لك راه دار وسيونيس وهذا ومشى لارمي دي تسار دوز عامين وكذا. اليوم استقبلوه باسكو سون جالو دي ماروك، ما كرهوش ينورماليزيو مع اسرائيل، باسكو لا بالستين اي لو ماروك بالنسبه للجزائر بالنسبه للنظام الجزائري هي الوسيله الوحيده باش يسيطروا على الشعب ديالهم. حنا عندنا قضيه وحده هي فلسطين وقضيه الصحراء الغربيه والكراهيه ضد المغرب، هذا سالاغ بيغمي دو كونسيرفي لو بوفوار اونكور تري لونتون، كيما داروا بحقرونا هجموا على المغرب وقتلوا مغاربه وقالوا حقرونا، باش جابوا المعارضه اللي كانت في الجبل ما بغاش تنزل وما اعترفش بالحكومه اللي جايه موجوده، وكي شافت ان المغرب ربما على حسب ما اعتقدوا ان المغرب هاجم على الجزائر وباغي يستعمر الجزائر، خرجوا يعاونوهم غبروهم كاملين، اللي قتلوه قتلوه، اللي تبعوه قتلوه، حتى في هولندا وفي المانيا وفي اسبانيا قتلوهم بارتو، كلشي ولا مهجر، كلشي ولا خايف، اخرهم مضياف. الوغ مو كون جو بارلي يا 4 اون كنت كنقول الشعب الجزائري فو نت بو ريان، فوت ريجيم اي اون تران دو فو مونتير اون تران دو بروباجي دو لي مونسونج توت الوغ اي اون تران دو بروباجي لي مونسونج اي لي بروباغوند افان دو فو غاردي دون لا مان. Les prisons sont pleines. Les habasat amrin, Marrakech t'aidib amrin. Ra'i ma kaynch hurriyat ra'i ma kaynch fi al-Jazair, ma kaynch. Sans parler de مركز عنتر والحراش et tout ça. Donc, حنا ماشي شغلنا، حنا on n'est pas ce qui quand on parle de ça parce que c'est l'Algérie qui finance le Parlement européen, les gauches du Parlement européen, les mdergin fi l'Amnesty International, Journalistes sans frontières ou la Sahaba Bila Houdoud, Human Rights Watch ou les verts de l'environnement, tout le monde des communistes cachés sous le drap, sous le voile qu'on croit qu'ils protègent la nature ou qu'est-ce qu'il y a, tout le monde des gauches qui sont financés par l'Algérie afin d'attaquer le Maroc au niveau des libertés de la presse et tout ça, et on va voir, tout le monde sait où est la liberté, où est la soumission et l'oppression et la pression sociale. Le Maghreb, ما كيقلش الجزائر وما كيخول الجزائر والو، ما عندوش نوايا سيئه مع الجزائر. الجزائر دي مره مره كتهدد بالحرب، وانا غادي ندير الحرب. اش بيني وبينك اخويا دير معايا الحرب؟ اش بيني وبينك دير معايا الحرب؟ اش كتساني؟ سي لا لا كاستيون كو دوا بوزي لي زالجيريان، بوركوا لالجيري
كتقول لهم غندير الحرب مع المغرب، حقا جابوا اسرائيل باغي تدخل اسرائيل، ما تدخل عندكم باتريك بريال ومازال غتزيدوا اكثر، عندكم معاملات مع اسرائيل وعندهم دي زيشونس كوميرسيو، ولي طابلو لي طابلو لي شيفغ ديال لي مليار اللي المبادلات راهم كاينين. دونك سيل فو بلي حنا اش كنطلبوا منكم؟ عطيتوا لاوروبا الطاليان وفرنسا عطيتوها البترول والغاز، عطيتوا للطاليان والفرنسا الغاز وطاليا الغاز، وعطيتوا حوايجكم لتما كسراو لكم، حنا عطيونا اتساع، عطيونا اتساع، شدوا اللغه ديالكم وخليونا اللغه ديالنا، حتى اللغه ديالنا حتى الوالده والنيه، وسير سير وسير، ثم تقولوا روح روح وارواح، حنا نقولوا تعالى وسير، كنقولوا الوالد والوالده، حنا ما كنقولوش روح، كنقولوش روح وما نقولوش رواح، ولا نقولوا شور غادي كينا، شور غادي كينا نبوق البوك، سمعت؟ حنا ما عندناش شور غادي كينا، هي روح، شور شور غادي كينا، حنا عندنا سير، سير سير سير، الله يجيب التيسير، وأعطيهم العصير، نصوب من الديسير، سير سير سير، الله يجيب التيسير، وأعطيهم العصير، زعزع من الديسير، وكنقولوا تعالى تعالى ليا، انتوما تقولوا رواح 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 نشوفك، دونك غاردي فوتر لونغاج، سيو جامي تعملتوا اللغه ديالنا، قولوا هذه اللغه مغربيه، والنيه لقناها من الركراكي، وسير سير لقناها من الركراكي، والقصه ديالها بدات من الوداد، وتعرفت من لاكوب دي مون، وحنا الامهات ديال اللعابه جاو، ديما كان هذه القضيه، المغرب وصل القمه في لاكوب دي مون، ماشي الشان شان 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 قريحة، لا وصل القمة اليوم، جيتو بغو بولي ساكاباغي لي تيكات دي ماروك، الإعلام ديال المغرب كاع داك لي تيكات اللي كانت باغية لالجيري ديرها جات للمغرب أونتخ لي مان، المغرب لاقى اليهود مع النصارى مع المسلمين مع المودين مع الملحدين، كلشي جا مع المغرب، الأندونيسيين الآسيويين المشرقيين الغربيين الأفارقة العرب الأمازيغ متطرفين طالبان غزة كاملة جهاد إسلامي حماس حتى إيران الضفة الغربية السلطة الفلسطينية اليهود كلهم جمعهم المغرب طول مونديتي المغرب جمع الشمل من جميع العالم والمغرب أنا بالنسبة لي ربح لاكوب دي موند ورا العالم كامل شنو هي العائلة المغربية وشنو هو الإصرار المغربي وشنو هو القوة المغربية، القوة الذهنية والذكاء المغربي، اي لا غيزيد كونت الماروك كونت يل ديسيد كالكو شوز، المغرب ما فيش بوكو دو بلا بلا، الماروك في ربع سوايع نستعمروهم، الله ينجيكم من شي حرب، حاولوا حاولوا ما تبقاوش تهضروا بلغة الحرب، حاولوا تعالجوا الموقف ديالكم على قبال بوليزاريو، رونتوا لافريك ورونتوا المشرق ورونتوا المغرب. على قبل بيليزاريو خسرتوا الملايير وضيعتوا شعبكم وهجرتوا شعبكم وسجنتوا شعبكم على قبل بوليزاريو الملايير مشات شمال افريقيا ما بقاش كيتلاقى مع بعضياتهم تقريبا واحد 140 مليون ديال المواطنين ديال شمال افريقيا فرقتوها قضيتوا عليها ما بقاش تواصل نهائيا ودابا كتزرعوا لسبري دو غير لسبري دو ان سيونيس سيونيس ثم كتعاملوا مع اسرائيل وتضربوا معاهم الطاسه والقرطاسه والريكار والكافيار وكتقولوا لشعبكم المروك طبع المروك اللي هو المغرب الامبراطوريه المغربيه الشريفه ذات تراث والهويه المتجدره في اعماق التاريخ راه ما عندوش غير اليوم راه 1300 سنه ما يزيد غير من الحكم ديال الملوك حكمونا الملوك 1300 سنه اللي نتوما الحلم ديالكم الوحيد اللي باقي كتبانين عليه المجد ديالكم انكم تسقطوا الملكيه في المغرب وتقسموا المغرب وهذا الحلم هو اللي اهلككم وهذا الحلم هو اللي فقركم وهذا الحلم هو اللي غادي يقسمكم تقسيما ويجزئكم تجزيئا الحلم ديالكم باش تطبقوا الناصريه القوميه وتحيدوا المملكه من المغربيه هو اللي غادي يقضي عليكم هو اللي غادي يردكم مشردين عبر العالم والعلامات راها كاينه الجزائريين مشردين عبر العالم كاينين في جميع انحاء العالم رغم ان الجزائر لو بي لو بلي ريش دو لافريك بلي ريسورس بيان سور parmi les plus riches le plus grand exportateur de gaz et la matière première اللي la plus chère الجزائر والشعب متشرد لا لان حلم الجزائر
هو ديستيتيو لو روا فار ديسباراتر لا مونارشي. علاش؟ باسكو لا مونارشي كارونتي لا كونتينيتي دو ليستوار دو ليكزيستونس دان لومبي كي سابيل لو ماروك المغرب، لأنهاش باقي يحيدوا المملكة باش يحبسوا تاريخ المغرب واستمرارية وجود الملوك واستمرارية المملكة الإمبراطورية الشريفة المغربية. ولهذا سي بوكرا هذه غير الشان، ما تخيلش راسك راك في لاكوب دي موند حتى لا كان مازال توصل ليها، ما تخيلش راسك هذه راه غير الشان وما كان غير دور 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 والاربيتراج وغادي تديوها والله يسهل عليكم، غير هو استعملوا اللغة ديالكم قولوا روح روح ورواح رواح وجات يما، ما تقولوش جات الوالدة وديروا النية، ما تقولوش داروا النية قول درنا كونفيونس. ها أه؟ يلا تبارك الله عليكم تلاح.